صباح الخير او مساء الخير يا برج الاسد. ندخل على طول على طاقتك يا برج الاسد. برج الاسد، انت باصص لقدام ومنطلق وشايف الحياة جميلة وفي عرض متقدم لك جديد، ولكن انت مديله ظهرك وفي حاجة حصلت في الحياة العاطفية عندك خلتك تبص لقدام ومحتار قليلا في انك تمشي ولا تقعد، ولكن حاليا متقدم لك عرض. فعارف لما يكون في حد مد ظهره لحاجة وماشي بقى ومنطلق في طريقه، ولكن ايه الخاتم ده بيعمل كده ليه؟ تمام. ولكن جه فجأة في النص عرض كده، يا واحد قال لك استنى يا برنس استنى، فقمت واقف كده وعامل نفسك يعني اللي هو ايوه نعم ايوه مين بره على الفوطه. فثانية واحدة، ف يعني انت واقف وعامل نفسك مش واخد بالك، ولكن انت مستمع قوي للي بيقول وراك في عرض يا باشا كده، تاخد حلتين عليهم حل هدية حاجة زي كده. لما نشوف الحلتين، قصدي نشوف الشريك قبل ما ابدأ. القراءة ممكن تكون عكسية. يعني ايه قراءة عكسية يا استاذة؟ يعني الشريك هو اللي عمل فيك كده، مش انت اللي عملت فيك كده. يعني مثلا انت هم مقدم عرض مصالحة على الشريك، هو اللي مقدم لك بس عشان على بلاطه، عشان الكومنتات في ناس تقول لي ده القراءة عكسية يا أستاذة. أيوة حضرتك عكسية، أنا ما قلتش حاجة. أيوة فهمت، اتفضل. الله 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 الله. في إيه يا جماعة؟ في إيه يا برج الأسد مالك؟ طيب نقول تاني. أنت هنا دي حاجتك ودي حاجة الشريك، ما يشعر بيه الشريك وشايفك إزاي، فممكن تكون أنت اللي مكان الشريك وهو اللي هنا، عشان نبقى إيه متفقين. لو حسيت ان الحاجه ماشيه معاك بالعكس يبقى انت صح، تمام، مفيش حاجه. طيب الناس بتقول لي الطاقات، مش متعلقه بالطاقات، القراءه مش متعلقه بالطاقات، متعلقه بتفاصيل الحكايه. ركز في تفاصيل الحكايه، لان انا هقول تاني، ممكن تبقى طاقتك انت برج مائي ولكن الخريطه الفلكيه الطابع بتاعك هوائي فقط لا غير. طب نركز. اول حاجه زي ما قلت لك، انت بنقدم لك عرض جديد وانت وقفت في النص كده عامل نفسك مش واخد بالك، زي ما قلت لك هنشوف مش واخد بالك ليه. ما يشعر بيه الشريك الان، اذا انا طبعا علاقه انفصال، هو مخنوق جدا ومتضايق وشايف الحياه سوده وبيقول ايه اللي جابني هنا وايه اللي رماك على المر، قال اللي امر منه، كل الامثله بقى بتاعت اهالينا بتيجي في باله وبتجيله في احلامه كتير قوي، وهواجز، عنده هواجز قوي منك. ممكن تكون انت اللي لما اقول ان انت اذيته، اقول مثلا برج الاسد اذى الشريك، ممكن تكون اذيته من حاجه وعملها فيك بالفعل فهو ما يشعر بيه الان. انا ما بشوفش اللي حصل في الماضي بالظبط، لكن ممكن يكون فعلا هو اذاك وانت رديت له الضربه زي ما بيقول. فهو تعبان قوي، وتعبان قوي قوي قوي، ومخنوق، مخنوق حرفيا. من تحس فجأة كده تقعد تقول انا مخنوق، هو مخنوق بقى، وممكن يكون كمان بيفتكرك بيتخنق اكتر مش بالمعنى اصح يعني، ولكن بيفتكرك، بيفتكر بعدك يعني، مش بيفتكرك انت شخصيا تقيل على ده قلبي، لا مفيش الكلام ده. هو بيتخنق لما يفتكر ان انت بعدت عنه. طب مشاعرك انت ايه اللي هي ممكن تكون مشاعر الشريك وتبقى القراءة عكسية؟ بنبي مليون مرة عشان الناس ببقى قايلة والله، ويجوا في الكومنتات يقولوا القراءة عكسية. طبعا ممكن تكون القراءة عكسية فعلا، لان انت واقف هنا ومد ظهرك ولكن باصص لقدام. فممكن تكون انت هنا كده بقى، نعرف نرتب الدنيا تاني. انا مش عارفة المزيكا بتقف ليه، شوف وقفت فين، هي ما وقفتش، هي بتتعاد تاني حاجة زي كده. طيب ممكن نقول ان انت مشيت او الشريك هو اللي مشي. خلينا نقول بقى لو انت اللي مقدم العرض، فالشريك هو اللي مشي وودى ظهره، لانك انتوا الاتنين خذلتوا بعض وصدتوا على بعض كده وقفلتوا على بعض الطرق، والشريك هو اللي مشي، ولكن انت طمعان في انك تقدم له عرض جديد، طمعان في كرمك يا بيه، تاخد مني الجنيه اللي انا ماسكه، انت عارف الجنيه بكام دلوقتي، تاخد مني العرض ده، وطبعا في بدايه جديده معاك، وانت حاليا منتظره،
بيجي على كارت باصص له كده او مش باصص له، عامل نفسك مش منتظر ولكن انت منتظر، اوكي. وممكن تكون زهقت، يعني انت مقدم عرض لحد فعلا، خلينا نقول بقى كده كذا سيناريو، انت مقدم عرض مصالحه لحد فعلا ومقدم له عرض جديد، بص عرض فعلا، ولكن زهقت وعلى استعداد الرحيل، هتمشي. لو بتتعامل مع حد برج الحمل فممكن يبقى كده فعلا، او برج ترابي فكده. طبعا برج الحمل يعني بتصالح بصعوبه شويه، فانت شكلك بتتعامل مع حد شايل منك او زعل منك من حركه عملتها، قفلت يعني، زعل من النهايه بتاعت المره اللي فاتت، فانت بقى اللي هو ايه، انت هتتنك عليا ولا ايه؟ فانت خلاص يعني عايز تمشي، او عامل نفسك عايز تمشي، اوكي. وفي سيناريو اخر ان هو اللي مقدم لك، سوري، هو اللي مقدم العرض، وانت من جواك، انت من جواك عايز تقدم له عرض على فكره، وعايز معاه بدايه جديده، ولكن هو تعبان. ممكن تكون مفيش حد مقدم لحد حاجه، ولكن هو تعبان وانت من جواك عايز بدايه جديده، ولكن من براك بص بقى قاعد بتقول ولا يهمني مين ده يجي يروح، عادي مش مشكله، ده اسكتي، ده محمد ارتبط، عادي مفيش حاجه يا جماعه، مفيش حاجه، انا ما بعيطش، ده انا عينيا بتحرقني، بس مفيش حاجه، عادي. طبعا عامل نفسك باصص لقدام ومش همك، ولكن من جنب عينك كده زعلان وحزنان شويه، ونفسك في بدايه جديده معاه، زي ان انتوا زي ما برضه خبطتوا في بعض برضه، ولكن انت من جواك شاعر ان هو فرصه، وفي مشاعر حلوه، في مشاعر لسه عايز تخرجها له. ممكن تكون ما اعترفتوش لبعض بالمشاعر، والعلاقه انتهت من قبل ما تبتدي، فانت عايز تشيل بقى الغمامه اللي على عينيه، تقول له بص 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 يا تعمى، بص انا بحبك، استنى هنا انا بحبك، بمعنى صح. وممكن تكون فعلا انت مقدم له عرض مصالحه وزهقت بقى من الحاله اللي هو قاعد فيها دي، وخلاص بقى هتمشي، شكلك كده عايز تمشي، وزهقت خلاص من اللي حصل. طيب هو شايفك ازاي؟ خلينا نقول هو شايفك ان انت سوري خدعته او كدبت عليه في حاجه، انت كدبت عليه في حاجه تقريبا، هو في حاجه حصلت من بينكم، لان انت كمان شايف ان هو زي ما يكون بالظبط، يعني ده السيناريو الواضح قدامي، سالك على حاجه مثلا وانت قمت ما رضيتش تقول الحقيقه، فاما عرف هو الحقيقه من حد تاني فجاه قال لك انت ما قلتليش الحقيقه، وراح زي بالظبط الصوره دي اتخانق معاك ونهى العلاقه وقال لك يا كذاب يا مخادع يا غشاش، وراح مشي وما رضاش يسمع لك. وهو دلوقتي بقى واخد بقى في عم قاعد بقى يقول خدعني خدعني الكذاب النصاب، خدعني وضحك عليا، كان في علاقه ثلاثيه ولا كان عارف حد تاني قبليه ولا مش عارفه ايه، وطبعا الحوارات دي كلها يعني. فانت شايف ان هو ما سمعكش وحكم عليك بانك مخادع، وخد في وشه ومشي، خد في وشه ومشي. وفعلا ان برضو في كارت هنا تقريبا، ده بقى هو شايفك كده يعني، كانت شايفك ان انت خدعته وهو مشي، وان هو ما كسبش حاجه منك غير الالم والجراح وتعب اللي راح، شويه تاليف كده عموما يعني. فشايفك ان انت كدبت عليه في حاجه، ممكن ما تكونش خدعته في مشاعرك، لا، وممكن يكون يعني سالك مثلا او انت بتحبني، قمت قلت له لا مثلا فمشي، وقال لك خد الكلام على اعصابه كده ومشي، ولكن انت من جواك بتحبه على فكره ومخبي عليه. وبرج الاسد مشكلته في كده، يخبي مشاعره جواه قوي، وده شخص مخبي مشاعره جواه برضه، ولكن نفسه في عرض جديد، انت مشاعرك نفسك فرصه جديده معاه، لكن هو متالم منك قوي 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 برج الاسد، وتعبان بجد، مش هزار يعني، او انت بقى اللي تعبان اصلا، هو فعلا دي مشاعره، لو القراءه عكسيه دي مشاعره فعلا، وشايفك ان انت حساس وخدت الكلام على اعصابك. ممكن تكون عرفت عنه حاجه، او هو اللي عرف بقى عنك حاجه، وعشان كده شايفك انسان خدعته. طب هو نيته ايه بقى؟ او عايز يعمل ايه الخطوه الجايه؟ هو مش هيعمل حاجه، خلينا بقى اجيبها لك على بلاطه، مش هيعمل حاجه، هو حط مشاعره جواه وقفل عليها وقال لي انا يا الطوفان، هي المفروض حط ابني تحت رجليه، ايدي حط مشاعره عشان قراءه عاطفيه يا انا يا الطوفان، ده واحد حاطط حاجه، بص شايل مشاعره فوق راسه، شايل طاجن سيبته حرفيا، وخلي بالك انه مش هيظهر لك اي مشاعر الفتره الجايه دي،
وهيظهر لك أسوأ ما عنده. خلي بالك لو انت بتحاول تجس نبضه فهو مش هيديك اي نبض من جوه، هو تعبان قوي، تقلل منك قوي، شايل منك قوي، وظهر فعلا كده يعني في حاجه حصلت، او انت كدبت عليه في حاجه يا برج الاسد. ممكن ممكن، وانت كمان ممكن تكوني كدبت عليه في حاجه، ممكن اللي مش مشكله، يبقى ممكن تكون كدبت عليه لمصلحته، يعني حاجه مش هتنفعه، ولكن قلت له حاجه انا مش عايز تقولها لحد، فهو خلاص يعني اعتبرها كده وخد الموضوع على اعصابه جدا، اتخانق معاك قال لك ايه ده، ازاي ما تقوليليش، ازاي ما تقوليليش انك خرجت الساعه 7، ازاي ما تقوليليش انك خرجتي من الاوضه رحت الصاله. في ناس كده، في ناس كده، برج الحمل بيبقى كده كمان. فهو الفتره الجايه دي مشاعره يعني هو عنده مشاعر على فكره، كذاب بيكذب، عنده مشاعر ولكن محتفظ عليها قوي وماسكها بايده واسنانه ومش هخرجها، والله ما انا قايل لك حاجه، والله ما انا مبين لك حاجه، حلف بقى. انت الخطوه الجايه ايه يا برج الاسد؟ انا زي ما قلت لك انت بتحبه وعايز فرصه تانية، وتقريبا زي ما قلت لك انت اللي مقدم العرض، وانت زعلان وهتمشي لقدام، وقربت تزهق خلاص، زهقت منه لان هو مش راضي يخرج من الطاقه اللي هو فيها دي ابدا، مش راضي. كل ما تيجي تقول له ما معلش بقى يعني ما كنتش اقصد، والله يلا كنتش اقصد، نازله اجيب توكه من تحت بيتنا، لا ما تنزلي جيب التوكه تقولي لي مثلا يعني، والله في رجاله تتخانق على التوكه مش هزار. قطع الحب وسنين يعني. عموما الفتره الجايه هيبقى في طاقه ندم، وهتبقى زعلان على انك ممكن تكون كدبت عليه فعلا، او هتبقى زعلان عموما على المنظر اللي انت شايفه ده، وهتبقى زعلان على اللي هو بيعمله ده، وهتحس بان هو فعلا ما بقاش يحبك لانه هيظهر لك المشاعر السيئه فقط، وهيبقى حاطط مشاعره جواه. ولكن عايز اقول لك في بصيص امل، لان الشخص ده في 3 كوبايات واقعين قدامه، في كوبايتين ورا، في حب لسه على فكره، في حاجات حلوه، في ذكريات ما بينكم حلوه، فما تبقاش كده يا برج الاسد، ما تعملش كده. هو لسه بيحبك على فكره، بس هو تعبان قوي، حاسس بان انت خدعته، ولو قعدتوا فتره مع بعض هو حاسس ان هو اتخدع منك، او انت بقى العكس، انت اللي حاسس بكده، يعني هو اللي تعبان، انت اللي كنت تعبان، قرار عكسي يعني. فانت الفتره الجايه دي هيبقى في بطاقه ندم شويه، لانه انت مقدم له العرض وهو مفيش، مغمي عينيه عن العرض، مش شايف اصلا حاجه، مش عايز يشوف منك، ده واحد مغمي عينيه وايده ورجله ومش عايز يتحرك، اهو مش عايز يتحرك حرفيا، مش عايز يتحرك، واقف المكان، مش عايز منك حاجه، امشي سيبني، ابعد عني، انت شخص نصاب، شخص خدعتني، شخص قلبت عليا. هو بيقول كده، هو بيقول كده، ممكن تكون انت فعلا ما جبتش عليه ولا حاجه. طيب هو شايف العلاقه ازاي؟ ممكن يكون الشخص ده فعلا بيحب يتحكم، فعلا فعلا بيحب يتحكم، لان هو شايف ان العلاقه دي محتاجه تحكم زياده عن اللزوم. بص بقى الفكره بقى الجديده، الشخص ده بيقول في جوه عقلي باله كده، ممكن يكون زي ما قلت لكم حاجه تافهه اتخانق عليها، نزلتي ما نزلتيش، انا نفسه يتحكم في الشخص اللي معاه، ولكن الشخص اللي معاه كدب عليه في حاجه، انت نزلتي النهارده، لا انا ما نزلتش، وانت نزلتي مثلا يعني. محتاجه قرار، محتاجه قرار صارم، محتاجه ربط، محتاجه ربط. مش بقول كده، الشخص ده عايز يتحكم فيك قوي قوي يا برج الاسد. برج الاسد اصلا ما حدش يتحكم فيه اصلا، بنت بقى ولد اللي ما يتحكم فيها ازاي، ما بحبش كده. فالظاهر ان هو نفسه يتحكم عليك، فلما جه يتحكم عليك انت مش كدبت عليه، بينت له اللي هو عايز يشوفه بالمعنى ده بالظبط. يعني لو سمحتي قبل ما تنزلي تكلميني، حاضر، ما كلمتوش وقلت له ده اصلا ما نزلتش، وانت نزلتي كده يعني، ده بالظبط. فهو عايز يبتدي بدايه جديده، بس مش اي بدايه، نو بشروطي. ايه شروطك؟ 1 2 3، وهتبقى شروط جامده وصارمه جدا، وهيبقى شخص متحكم جدا، وهو في ايده زمام الامور، هو اللي وديكي واجيبك، ما تتحركيش الا بميعاده واذني، العلاقه دي مش هتمشي الا باذني انا فقط. ممكن تكون بتتعاملي مع برج اسد كمان، تبقى دي كارثه بقى، دي الكارثه بقى، كورتها هتنفجر دلوقتي. فهو فعلا، هو على فكره ما بقول لكم، هو عنده مشاعر وعايز يبتدي بدايه جديده، بس بدايه هتحكم، انا اللي اقول وانا اللي انهي،
انا اللي بقى انا السلطان هنا يا ماما، انا اللي عليك، انا اللي هقول لك واحد وانت تقول لي اتنين، لا انا اللي اقول بس وانت لا. طب انت شايفها ازاي؟ شايفها انها علاقة مستقرة وعلاقة تمام جدا ما فيهاش اي حاجة، وعلاقة مليانة شغف وحب، وانتوا الاتنين محققين حاجات حلوة مع بعض، ولكن هو اللي هو تقريبا اللي شايف كده، هو تقريبا اللي شايف كده تقريبا، يعني هو اللي شايف كده، بس هو شايف ان العلاقة دي محتاجة تحكم زيادة. مش بقولك انت شايفها علاقة حلوة جدا، انت شايفها علاقة مليانة حب ومشاعر كده متداخلة مع بعضها البعض، وفيها غموض كده، فيها شغف، فيها عارف لما يقولك انا حاسس في حاجة كده بتقودني العلاقة دي، انت بالظبط كده، انت منجذب اليه قوي، في انجذاب شديد قوي، وحاسس ان فيها سعادة، فيها سعادة جامدة قوي، وفيها عشق وغرام وحاجات حلوة. انما هو شايفها انها علاقه محتاجه اكتر ان هو يتملكها، وعايز يتملكك يا برج الاسد على فكره. كده من السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز يتملكك. ثانيه واحده. فهو يعني السيناريو الواضح ده ان هو شخص عايز هو اللي يؤمر وينهي، انا لا اقول واحد واثنين وثلاثه واربعه وانت تقول سمعا وطوعا وحاضر بقى واي حاجه تيجي في بالك. طب انت زهقت على فكره وقررت الرحيل وقلت خلاص بقى، هو انا مديت له ايدي وهو مش عايز يجي، ولكن النصيحه بتقولك استنى يا برج الاسد، اهدى، استنى، ومعلش استنى شويه كمان عليه، هو بيحبك على فكره، وممكن يكون بيظهر لك الوش ده، ولكن هو كده عنده مشاعر، ولكن من جواه هو زعلان منك، خلاص عشان تبقى فاهم كده، هو زعلان منك وواخد على خاطره قوي قوي يعني، ومغمي عينه عن اي عروض انت مقدمها له، بيقول لا ده شخص نصاب وخدعني، ولكن النصيحه بتقول لك اصبر. طب نشوف لك كده هو مخبي ايه عليك، مشاعره اللي مخبيها دي يمكن مخبي ان هو بيحبك قوي. في ناس كده تقول لك طب هو مخبي ايه، طيب مخبي مشاعره، طب مشاعره ايه؟ لان دي مش يعني هو زعلان، بس ايه بقى الحاجه التانيه اللي ورا الزعل ده؟ زعلان قوي، زعلان قوي منك، قوي قوي بجد، ولكن مازال بيحبك على فكره، والزعل ده مش من شي شويه، هو مازال بيحبك بجد، مش اللي هو عموما اي حد ما دام انجرح يبقى بيحب، هو مجروح منك قوي، واخد 10 سيوف في ظهره، الزعل بجد ان انت ممكن يكون غصب عنك او يعني او برضاك بقى، يعني هو شاعر بكده، انت خدعته او خنته او عملت حاجه هو ما كانش يتوقعها منك بالاخر، وطعنته بقى في قلبه، فنفسه هو بيتوازن دلوقتي، عايز يتوازن في الاخذ والعطاء ما بينكم انتوا الاثنين. ازاي انت كنت بتدلع عليه برج الاسد او حاجه زي كده مش عارف، بس هو تعبان منك قوي، بس هو بيحبك على فكره، مازال بيحبك، مش عارف يعمل ايه في نفسه، ولا في نفسه كل ما يجي يمشي مش عارف، بس هو واقف على فكره، هو ما مشيش، هو واقف واقف وبيغيظك، يعني هو واقف وباصص لك وبيقول لك بص والله ما انا راجع، بس ايه ده انت هتمشي ولا ايه؟ اول ما تحاول تمشي هيزعل قوي. طب تعالى كده اقول لك، طب تعالى لو انت قررت تمشي، لو انت فعلا قررت تقفل الصفحه عليه وقررت، هو هيزعل ولا لا؟ ما نشوف هو كده هيزعل ولا لا، شوف كده مشاعره ايه لو قررت، مش هيبتدي بداية جديدة مع نفسه بقى ولا هيزعل عليك؟ لا مش هتنزلوا لي كلهم، الظاهر ان هو في 300 مشاعر جواه ولا ايه؟ اهو هيبقى تعبان قوي، هيتعب قوي من غيرك، هيتعب قوي من غيرك على فكرة، ولو قررت تمشي ومش هسيبك لا، وهيحاول يرجع العلاقة دي تاني، بيحبك يا اخي، بحبك يا اخي، والله ما اسيبك، والله في ايه يا اخي؟ يعني ما دلع يعني ما دلعش عليك شوية، ازعل منك وادلع عليك شوية، باصص لك اهو من جواه، باصص لك وبيقول لك استنى ده بص على يعني استنى بس شوية، بس هو تعبان على فكرة، تعبان قوي بجد مش هزار، ومخنوق قوي، مخنوق قوي من اللي حصل عموما يعني، بس هو شخص متحكم وبيحب يتحكم في اللي قدامه، فلو انت يا برج الاسد هترجع العلاقة دي تاني خلي بالك، عشان هو مش هسيبك، ويقول لك واحد اتنين تلاتة ومشيتش عليهم همشي.
النصيحة بتقولك